بقول لكم سبرايز، يعني نعم أنا مداومة يوم السبت لأنه وحشتوني، وحشني أكيد برنامجنا الجميل، برنامج سيدتي، وحشتني رؤى الجميلة واللي مداومة معاها يوم السبت. يوم السبت ترى حلو وخفيف ولطيف دوامة، لأن الواحد يوصل الدوام في 10 دقائق، صحيح رؤى؟ صح، وعلى فكرة هذه ميزة، يوم الجمعة والسبت توصل دوامك في وقت قياسي، يعني أنا بالنسبة لي 10 دقائق فعلاً أوصل فيها، الشوارع تكون حلوة رايقة ما يكون في زحمة. بس ما صدقتي يوم تقولي عشان وحشتوني. إلا وحشتوني وشو؟ مكره أخاك لا بطل. لا والله جد شوي قولي. أنا باكي تجربي دوام يوم السبت لأنه ضروري تعرفي الفروقات ما بين وسط الأسبوع، وطبعا في الأيام اللي يكون فيها ما في مدارس أو الناس ما بيكونوا مداومين. فبالعكس يعني أنا اللي مبسوطة أنه اليوم أنت معايا يوم السبت، وإن شاء الله بإذن الله تثبت على كده. إن شاء الله بإذن الله. لا بالعكس، يعني شوفي أنا اكتشفت شيء، اكتشفت أن إذا الشوارع تكون رايقة أو صح. الواحد يكون رايق في الطريق إلى دوامه يوصل أصلاً مودة رايق وحلو وإيجابي ولطيف، وما تحسي أنه سترس. يعني أحياناً أنا في الأيام العادية مثلاً أطلع من بيتي قبل الدوام بساعتين، يا رأى يعني أنا أخذ بالطريق بدون مبالغة ساعة ونص أحياناً. يعني لو اني رايحه لهلف جده كان وصلت فعلا ساعه ونص طاقة. احيانا ساعه ونص يعني من كثر اوصل ستريس، يعني احس اني ستريست وانا لسه ما بعت مكياج. فبالعكس يعني الويكند دوام الويكند مختلف حلو، فيا بخت اللي داوم ويكند. نسيت امسي على المشاهدين يا رب، عادي اقول لكم مساء الخير، يعني بعد نص ساعه بدت الحلقه لها نص ساعه، مساء الخير مساء السعاده مساء الويكند، يا اهلا وسهلا فيكم، حلقه متجدده من برنامجكم برنامج سيدتي. على طاري المشاوير وعلى طاري الدوام وكذا، الحين انت تحبين الصيف، انا اعرف حفظتك يا رؤى، لكن يقول لك الصيف خلاص على وشك انت، فاستمتعي بال15 يوم هذه الجايه. بحاول قد ما اقدر والله يا مها، يعني بحاول اني استفيد من الصيف. يعني حتى كنت اقول لي مها قبل شوي يعني ودي ناخطف رجلي كذا المكان فيه بحر بسرعه وارجع ثاني مره. شوفي هو يعني لسه باقي لك يعني 15 يوم تقريبا وامطار الصيف الحلو فيه، انا اللي يعجبني فيه شيئين البحر والامطار. يعني المقاطع اللي قاعدين نشوفها مؤخرا قاعده تنتشر لامطار واجواء جميله في مناطق المملكه، واللي قاعده اتحمس في هذا الخبر اللي قريناه عن برنامج استمطار السحب واللي راح يستهدف 6 مناطق في المملكه. فأنت كيفك مع الأمطار؟ والله تطلعين تلعبين في الحوش زي الأطفال يا رأى؟ بأمانة أيوه فعلاً، يعني هذه الحركة أسويها. أنا مرة أحب الموية بشكل عام، سواء كان مطر ولا حتى بحر. أجواء المطر بالعكس دائماً الواحد يحب هذه الأجواء، ومن الأوقات اللي الواحد يدعي فيها من قلب يا مها. ربما يمكن شفنا في الأيام اللي فاتت كان في أمطار في جدة في المدينة، أنا اكتشف كأنه تورنيدو، يعني كانت الأشجار قاعدة بتتقلع يعني من قوة العواصف أو الأمطار اللي كانت موجودة. لكن دائما الواحد يدعي إنه الله يعطيه خير هذه الأمطار ويكفيه شره، والله يجعلها أمطار خير وبركة. وبالعكس يعني يا ربي لك الحمد إنه في هذه الأجواء عندنا في السعودية. موضوع الاستمطار تحديدا، يعني في برنامج طويل عريض بتقوم به المملكة العربية السعودية، لانه من المعروف الاستمطار قديش هو قاعد يحسن حتى من جودة الجو طبعا، غير مثلا المحاصيل الزراعية والثورة الاقتصادية وكل هذه الاشياء، الا انه حتى قاعد يعني يخفف من حرارة الجو. اختي انا احب تدرين غير صوت المطر، طبعا ما علمك صوت المطر كيف احتريك، غير هذه شيء ثاني، ريحة ما بعد المطر، صح. ريحة العشب، ريحة الأرض، ريحة التراب، الطين، ريحة الشوارع. تدرين لما تمطر أوكي ممكن أكون أنا موجودة في البيت، بس يوقف المطر أشغل سيارتي وأطلع، والله أحب أطلع أدور في الأماكن اللي تكون مثلا قولي حدايق، قولي كذا تشمين ريحة الأرض، صح. ريحة مطر، ريحة ما بعد المطر، يعني مو طبيعية، شيء يعني يجيب لك طاقة إيجابية. لكن في يعني بعض المعلومات عن الاستمطار قد تكون شوي مغلوطة، اللي الناس تقول لك احنا نسوي استمطار ما يكون في مطر واحنا فجأة نطلق هذه الأجهزة او الصواريخ، مو كذا، مو صحيح. لكن علميا هو اصلا السحابة تكون فيها مستعدة مطر.
السحابة اوريدي يكون فيها مطر، مستعدة نفسيا انه يكون فيها مطر، ولكن اللي يشتغل عليه الاستمطار، طبعا الاستمطار ترى ما هو شيء جديد، يعني شيء معروف من الخمسينات والستينات، يعني ما هو شيء جديد، لكن الحين تطور وكل يوم قاعد يتطور اكثر واكثر. لكن اللي ما يعرفونه الكثير من الناس عن الاستمطار انه احنا نحفز المطر او يعني السحب. نزود السحب او نزود البرسنتج او نسبه الاستمطار من 10 الى 15% ونتحكم في كميه المطر. يعني على سبيل المثال مثلا المفروض انها تمطر اليوم بنسبه 10%، احنا نزودها نخليها 25% والى اخره. فما هو مساله انه احنا ما يكون في مطر ولا يكون في سحب واحنا فجاه يعني نقرر انه يكون في مطر. فهذا الاستمطار انا قلت بس خليني اصحح هذه المعلومه لانه في بعض الناس يمكن ما يعرفون عن هذه المعلومه. عموما عشان ما نطول عليكم خلونا نشوف ابرز عناويننا لهذا اليوم. تخيلوا في اخر الترندات الكبسه نقص الوزن. المرأة أم الرجل الأفضل في التعاملات المالية؟ أدوات المائدة البلاستيكية وعلاقتها بالتوحد. في قول رأيك سؤال، كم راتبك؟ هل تجاوب عليه؟ لا يا رؤى، لا يا رؤى، أكيد لا. ليه يا مها؟ لا يا رؤى، لا يا رؤى، انت كده حتشقلبي لي كل الفقره وحقولك ليه ما تجاوبيني كم راتبك يا مها؟ ابغى اعرف راتبك اعلى من راتبي ولا لا، ونسوي فيها قضيه بعدين. عموما طبعا اخبارنا كثير وموضوعاتنا كثير، وزي ما كنا بنقول دائما وابدا دائما في الراي والراي المعاكس، ودائما في مناوشات ومعاكسات، وهذه طبعاً ميزه البرنامج. وكمان اختلاف الآراء أنا بصراحة يعجبني كثير، لأنه يخلي الواحد يفكر بأكثر من طريقة وبأكثر من جانب. عموما خلينا نتكلم عن بعض الأشياء اللي رصدناها لكم مشاهدينا. واحدة منها كانت إنجازات السينما السعودية اللي صارت عالمية، وفي هذا الخبر شاركت هيئة الأفلام بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2024 عشان تسلط الضوء على الأفلام السعودية والإمكانيات الكبيرة المتاحة لصناعتها. طبعاً راح تستمر المشاركة إلى 15 سبتمبر. شايفين طبعاً صور لبعض الأفلام السعودية، نتكلم عن هجان، نتكلم عن ناقة، نتكلم عن أنت ما شاء الله يا مها متابعة كثير للأفلام. صح. كيف تشوفي؟ أنا عندي إدمان أفلام. يعني صحيح. أنا تدري الفيلم الوحيد اللي يمكن ما شفته وضايق صدري إني ما شفته وطلع من السينما ولا شفته مندوب الليل. كل احد يمدحه. مو موجود على نتفليكس؟ ما اعرف الصراحه. أيوه. والله ما اعتقد، لانه لو موجود صدقيني كنت بشوفه. بس كثير يعني بنات عمي وصديقاتي وكذا تكلموا عن مندوب الليل وانه قصته حلوه، الاداء كان حلو، الممثلين كانوا رائعين، الاخراج كان حلو. ناقه شفتها وتكلمنا عنها قبل. انا ناقه عجبتني الصراحه، الممثله اللي كانت في يعني بدعت. أنا ناسي شو اسمها صراحة ما يحضرني، لكنها شابة سعودية لطيفة، أدائها كان حلو مقنع جدا، حبيت كيف كانت حضورها قوي في فيلم ناقة. عموما اسمها أضواء بدر، فأكيد نوجه لها تحية. وأنا يعني لما أشوف طاقة الشباب والبنات عندنا في هذا المجال بالتحديد، واللي يعتبر نكون صريحين الواحد كمان ما يكون يعني بالغ في المدح، لكن مستحدث عندنا. احنا تونا امس دخلنا مجال الافلام واليوم قاعدين نشوف هذه الانجازات، اليوم قاعدين نشوف هذا الحضور، اليوم قاعدين نشوف الشباب والبنات والافلام والكتاب كيف قاعدين يبدعون ويشاركون في مثل هذه المهرجانات. لو نتكلم عن مهرجان تورنتو للافلام، معروف على فكره يعني تورنتو بشكل عام تعتبر هوليوود حقت كندا. ترى الافلام والمسلسلات اللي انتجتها تورنتو بشكل عام او اللي تنتج في تورنتو بشكل عام ترى قويه، ما هي بسهله. وكثير من الافلام والمسلسلات، يعني انا من الناس اللي عشت في هذه المدينه في فتره من الفترات، فكنت كل مره اروح للجامعه وارجع الا ما يكون في فيلم يتصور في الشارع، الا ما يكون في مسلسل يتصور في الشارع، يقفلون لك الشوارع ويبدون يصورون. يعني مشاركتنا وظهورنا كافلام سعوديه في هذا المهرجان ترى ما هو بسهل. صحيح. ولا هو بعادي، يعني كأننا احنا طلعنا في خلينا نقول في على سبيل المثال الأوسكار، او على سبيل المثال في احد مهرجانات هوليوود ان صح التعبير. فبرافو برافو برافو برافو، فخورين جدا
باللي قاعدين نشوفه اليوم من إنتاج الأفلام. سبق إني حضرت العام معرض الأفلام السعودي، معرض أكثر من رائع. صحيح. كان يتكلم عن مو بس مستوى صناعة الأفلام، حتى على الإمكانيات التقنية والفنية. كانت في جلسات حوارية أكثر من رائعة من مخرجين من منتجين. كانت في زي ورش تدريبية وتعليمية للناس اللي عندهم مواهب للتمثيل وغيرها، كتابة السكريبت، المحتوى. يعني كانت المشاركة أكثر من رائعة. وفعليا خلينا نتكلم على صناعة الأفلام في السعودية، الهدف حقها أنه في 2030 تكون المملكة العربية السعودية من أوائل الأماكن اللي يتم فيها صناعة الأفلام العالمية. صحيح. عندنا الأماكن، عندنا الإمكانيات، عندنا الموارد، عندنا المواهب، عندنا كل العناصر اللي تحتاج فيها لصناعة السينما، فهي صارت متواجدة في السعودية. والمعروف أنه دائماً صناعة السينما يكون لها دور، خلينا نقول أندايركت أو غير مباشر، حتى في السياحة، والسياحة لها علاقة بالاقتصاد. 100%. فهي كلها سلسلة تكون مترابطة مع بعض. وكثير فخورين طبعاً بكل الأفلام المشاركة في تورنتو لهذه المرة. خلينا نروح للموضوع الثاني، وهي تغريدة قرأتها اليوم في حساب برجس البرجس، وكان يتكلم فيها عن مفهوم القفازات في المطاعم، وقال فيها إنه المعظم فاهمها غلط. ليش؟ يقول إنه اللي يلبس القفاز يفتح الأدراج والأبواب فيها وينظف فيها ويمسح الكاونتر بقطعة قماش بنفس القفاز طبعاً، وممكن حتى إنه هو يقدم الطعام وهو لابس نفس القفاز. فأنا شخصياً مها لما أروح أي مطعم ولا أي مكان وأشوف أحد لابس القفازات، ترى أخلي بالي في الربع ساعة ولا العشرة دقائق هذه وش قاعد يمسك، عرفتي؟ هو مفروض يلبسها في أماكن معينة. صح. لكن ما تأخذ الفلوس وتحاسب وكمان تعطيني أكلي وانت لابس نفس القفازات. لكن أقول يمكن فيها جانب إيجابي وحيد أنه هو قاعد يحمي نفسه، بس مو قاعد يحمي الناس اللي حوله، قاعد يتبلى الناس اللي حوله. صحيح. يعني شوفي أنا زيك، تدرين مرة قد صارت لي سالفة على الطاري. أول شيء أكيد نوجه تحية للأستاذ برجس البرجس، ودائما يعني تغريداته أنا من الناس المتابعة له، فتغريداته تلمسنا إحنا كمجتمع، وفعلا فيها أشياء كثيرة الواحد ممكن أنه يفكر فيها. أنا قد صارت لي قصة، كانت طبعا مي في السعودية، كانت خارج المملكة. طلبت بيتزا، فطبعا الكونسبت حق المطعم اللي دخلته انه يسوي البيتزا قدامك كذا قزاز ويسوي البيتزا قدامك. فهو كان يكلم بالتليفون لابس قفاز، كلم بالتليفون قفل، حاسب فلان كذا خلص، وانا واقفة طالع قلت الحين بغير القفاز، الحين بغير القفاز. جاء كذا بكل برود، جاب البيتزا، جاب دخل يده بالمحل التشيز بنفس القفاز. قمت سألته قلت له عفوا لو سمحت انت ما راح تغير القفاز حقك؟ قام قال لي لا. قلت له، قال لي لا انا ما راح اغير القفاز. قلت له ليه يعني؟ فصار في نقاش، وصار نقاش شوي حاد. اخر شيء انا الحين ما اكلت البيتزا، مو ما اكلتها، خليتها اصلا، وخليت البيتزا، خليت الطلب وطلعت. يعني فعلا فعلا هالتغريده المفروض انه اصحاب المطاعم، اصحاب الكافيهات، الاشخاص اللي يشتغلون هنا، لازم انه احنا نخلي بالنا من هذه التفاصيل. لانه ممكن انا لما اشوف كذا ممكن اني ما اعلق ككاستمر او كزبون، ممكن اني ما اعلق، بس اني مستحيل ارجع لك مره ثانيه. صح صح. لا انا اتحسس بصراحه من هذا الموضوع، ملفت كثير بالنسبه فعلا فعلا فعلا. فحلو ان الواحد يكون، او ان الشخص اللي يعني مستلم الاكل خلاص ممنوع يلمس اي شيء لما يخلص الطلبات، او يخلص الطلب هذا اللي في يده، اللي حاسب مفروض شخص ثاني والى اخره. أكيد. أكيد. فتغريده فعلا في محلها. طيب تبغيني اكمل معك مواضيع اليوم؟ اكيد كملي، اكيد. اذا تدفع اشتراك يجعل ما يكمل غير. شوفي انا اديتك خبرين يعني كذا زي ما يقولوا تيست. قولي اذا تبغي الخبر الثالث لو سمحتي ادفع اشتراك. اوكي ادفع اشتراك. ما عندي الا كاش. تاخذين كاش؟ اوكي نقبل كل شيء. نقبل كل شيء. طبعا هذا الموضوع يا مها اللي صاير ترند سخيف مؤخرا، سخيف. هو موضوع انه عشان شيء ادفع اشتراك، وهذا خبر صار امس على فكره، كان متداول بشكل كبير. اي 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 هو هذا اللي انا اقصده. عموما طبعا كانت دعوه لاستقبال مولود جديد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. اللي صدمني فيه زي ما هو واضح علي عندكم على الشاشه، عشان تشوف البيبي لازم تدفع رسوم. ايش رايك؟ لا والله يعني طبعا قبلها كان في يعني طلعة سخيفة قبلها، فأنا بتحفظ عليها، ما ودي أقول. لا شوفي. أول شيء
اعتقد ما ادري يعني يمكن يفيدونا اهل الاختصاص اكثر، لكن قانونيا ما يحق لك، لازم يكون لازم يكون عندك تصريح انا شلون اخذ مقابل. صح. انا شلون يعني اوكي لو بنتكلم فيها منطقيا يعني خلونا نفكر بصوت عالي. اوكي مشاهدينا اوكي يا رؤى خلينا نفكر بصوت عالي. يلا. انا الحين ما اقدر ان انا اقدم لك خدمه بمقابل بدون تصريح فوضى عشان في غابه حتى المسابقات حتى كل شيء كل شيء. يعني الحين احنا لو بنتكلم الحين كمؤثرين على السوشيال ميديا او كناس مشاهير ويسوون اعلانات وكذا، الحين وزاره الاعلام مشكوره وهيئه الاعلام المرئي والمسموع حطوا قانون حطوا موثوق عشان اعلاناتك عشان انت في شروط معينه لازم تنطبق عليك عشان انت تقدم هذه الخدمه لانها خدمه. صح. بمقابل هذا اللي يسمونه التحضر في المجتمع. اما فوضى كذا اجي اقول لك والله تبين تسمعين نكته ادفع اشتراك تبي يعني ايش دعوه؟ لا ما يعني ما هي ما هو منطقي. بفكر افتح ويب سايت ونكت بفلوس، ليش لا؟ لا يا رؤى ثينك كل واحد يقول لك ايش اذا انا عندي امكانيات ومش عارف مين. لا لا مو كذا الموضوع وراء. لا مو كذا الموضوع. يعني شوفي مثلا الخبر اللي انت ذكرتيه قبل شوي، ايش يعني انا اوجه دعوه لاستقبال مولودي عشان كذا تدفعون او عشان تشوفون عفوا تدفعون فلوس؟ يعني اول شيء لو جتني هذه دعوه ما راح اقبل. اوكي اوكي هذا شيء. الشيء الثاني يعني للامانه اهل العقول في راحه، انا هذا اللي اقدر اقوله ورزق الهبل على المجانين. خلاص انت قلتي انا ما اقدر اقول بعد كلامك. طب صدق لا انا ماني معه بامانه. وبطبيعه الحال الواحد لما بيروح يعني يزور هذه المناسبة تحديدا لحالة الولادة بياخذ معاه هدية، لكن هل معقول اني انا ابدا اتاجر بابني عشان خاطر انك تشوف ابني لازم انك تدفع رسوم تشوف المولود؟ انا ماني مع هذا الموضوع ابدا. حسسني تدرين ايش ذكرني؟ كنا داخل الواحد داخل سيرك، ما هو داخل صح بيت او يشوف مولود يعني. أيه. للأمانة ما ادري ايش اقول. عموما خلصت ما عندي شيء اقوله عنه. اوكي طيب في دراسات، يعني انا دائما لما اسمع دراسه احب اني انا احب يعني اقرا وافهم اكثر عن هذه الدراسه. طيب يعني في بعض الدراسات رؤى تقول انه كثره استخدام الجوال يؤثر بشكل سلبي على المخ ويؤثر على ممكن انه حتى يسبب سرطان المخ، ولكن التوقعات او الدراسات الحديثه اللي اكدت انه ما في أي علاقة بين استخدام الهاتف وزيادة خطر الإصابة بسرطان المخ. يعني دائماً تطلع دراسة تنفي الدراسة اللي قبلها وهكذا. فعموماً إحنا هنا اليوم عشان نتكلم عن هالدراسة وعن هذا المفهوم ونعرف أكثر من أهل الاختصاص، وينضم لنا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور وسام العساوي استشاري جراحة مخ وأعصاب. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله دكتور وسام. أهلا الله يحييك والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا وشكرا لقبولك هذه الدعوة. في البداية دكتور خلينا نتكلم عن هالدراسة واللي تؤكد عدم تأثير التقنية واستخدام الهاتف بالأصح على المخ، ما مدى صحتها؟ فعلا هذه دراسة حديثة صدرت قبل حوالي 4 أيام، دراسة استرالية ضمت أكثر من 5000 دراسة قديمة من أكثر من 30 سنة على موضوع تأثير الهاتف الجوال والأجهزة المحمولة على السرطانات أو أورام المخ بعيد الشر عن السامعين، وأثبتت بما يدع مجال للشك حاليا أن هذه الأجهزة لا تؤثر على المخ وليست سبب في تكون سرطانات أو أورام في الدماغ. طبعا الدراسة شملت أكثر من 5000 ورقة بحثية تم تنقيحها إلى ما يقارب 62 ورقة، وأثبتت هذه الورقات كلها أنه لا يوجد أي علاقة مع المرضى اللي عندهم سرطانات في الدماغ مع استخدام الهاتف الجوال، ولا يوجد أي علاقة مع استخدامه لفترات طويلة أو فترات قصيرة ابدا. هذا ما خلصت اليه الدراسه الاستراليه. على حسب طبعا
قراءاتنا ومتابعتنا لهذا الموضوع فعليا يعني اغلب الدراسات تقول انه الاشعاع اللي بيطلع من الاجهزه الالكترونيه اللي هي تصنف بي 2 هي قد تعرض للاصابه، قد يكون من وراها مخاطر. اذا خلينا نتكلم ايش هي اكثر الاشياء اللي ممكن تحفز من نمو الخلايا السرطانيه في الدماغ؟ اكثر شيء حاليا طبعا اثبت هو وجود جينات معينه عند الانسان هي التي تحفز نمو مثل هذه الاورام. يعني الانسان بيكون مستعد من الاساس لوجود هذه الاورام او نموها. الامر الاخر البيئي او الخارجي غير عن وجود الجينات هذه هو التعرض للاشعاع. ولا نتكلم هنا عن الاشعاع العادي اللي ياتي من جهاز جوال او جهاز لوحي او اشعه الشمس، لان حتى اشعه الشمس تعرضك الى اشعاع. بل نتحدث عن الاشعاعات النوويه او الاشعاعات الشديده التي يتعرض لها الانسان. هذه قد تكون اكثر الاشياء المثبته علميا التي تؤدي الى تكون السرطانات وانقسام الخلايا بطريقه غير طبيعيه. طيب دكتور سؤال، يعني ليش في فتره من الفترات كانوا يقولون لا تستخدمون التليفون لفتره طويله كذا، حطوا سبيكر او تكلموا اذا عندك مكالمه طويله حط سبيكر وتكلم سبيكر، وايضا كثير من الناس ممكن طلعت انها تحذر من موضوع سماعات البلوتوث، ايضا يقول لك سماعات البلوتوث ما هي كويسه وممكن انها تاثر بطريقه مباشره او حتى غير مباشره على الدماغ، فوش رايك او وش رايك الطبي بخصوص هذا الموضوع؟ هو لا استطيع ان انفي او اثبت فعليا، وانا اتفق مع الناس، اي شيء حديث دائما يؤخذ بعين المتهم. يعني اول ما الراديو طلع سبحان الله كانت نفس الاشاعات هذه، انتبه من الراديو يؤدي الى اشاعات، هذه موجات لا نعلم ايش مداها، وهذا ما يحدث الان او ما حدث مع الجوالات والبلوتوث، لكن اثبت علميا الى الان، وطبعا هذه كلها حقائق الى الان قد تتغير في القريب والله اعلم، ان موجات الإشعاع اللي يعني يصدرها البلوتوث لا تتجاوز 2.4 أو 2.4 جيجا هرتز. أنت بتتكلمي عن أشعة الشمس أو أشعاعات أخرى نتعرض لها يوميا قد تتجاوز 25 جيجا هرتز. فإلى الآن لا يوجد أي شيء علمي يثبت أنه هذه الأجهزة أو هذه الأجهزة اللوحية أو الجوالات أو ما شابه تؤثر على دماغ الإنسان. طيب من ناحية علمية يعني بحكم خبرتك في العيادات وفي هذا المجال، نتكلم عن المخ والأعصاب دكتور، نبغى نعرف مساوئ استخدام الهواتف الذكية على الدماغ بغض النظر عن طبعا أنه ممكن يكون أحد المحفزات للخلايا السرطانية أو غيرها. طبعا بشكل عام كما ذكرنا لم يثبت علميا أنها محفز للسرطان، ولكن هذا لا يعني أنه لها مساوئ. أي. وخلينا نتكلم عن المساوئ بشكل عام على الدماغ ومن ثم على الجسم بشكل عام. بالنسبة للدماغ طبعا التركيز في الجوالات هذه لفترات طويلة خصوصا مع السوشيال ميديا والقنوات المختلفة والتقليب فيها كل دقيقة أو دقيقتين يؤثر على نسبة التركيز لا شك. التركيز عند هذه الأشخاص على الذاكرة عند هذول الأشخاص قد يؤدي إلى الابتعاد عن المحيط وتجد ارتفاع في نسبة الدبريشن أو الاكتئاب، ارتفاع في نسبة عدم التركيز، النسيان، القلق الشديد، كل هذه الأمور قد تكون يعني مساوئ من استخدام هذه الأجهزة. هذا لا يعني أنه ليس لها نفع، ولكنها زي النار استخدمت خطأ تحرق، أما إذا استخدمت بشكل سليم فهي تضيء وتنير الطريق للناس 100%. هذا يعني دكتور هذا شر لا بد منه على قولتهم، يعني احنا ما نقدر نعيش بدونها، لكن مثل ما تفضلت انه الواحد يستخدمها بطريقه صحيحه. دكتور وسام العساوي استشاري جراحه مخ واعصاب، احنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا في هذه الفقره. طبعا دائما يقول لك اينما وجد الناس او اينما وجد البشر وجدت الجريمه او وجد الاحتيال بشتى الطرق، ومن له حيلة فليحتال. صحيح. في هذه الفقرة أو خلينا نقول هذه الأيام صار الاحتيال سهل وعن طريق يعني السوشيال ميديا أو التليفونات أو بكل الطرق الممكنة. في بعض الناس بدأت تحتال عن طريق الإعلانات أو إعلانات تقسيط الأجهزة، واللي للأسف
ممكن انها ما تخطر على بال كثير اشخاص. طبعا التقني عبد الله السبع طلع بفيديو وحذر من هالطريقه، نتابع. اعلانات تقسيط الاجهزه هذه واحده من طرق الاحتيال الجديده اللي بادين يستخدمونها المحتالين. تطلع لك اعلانات في منصات التواصل الاجتماعي يقول لك انه عندنا تقسيط اجهزه، تدفع مبلغ مقدم وبعدها تقسط خلال الفتره الجايه. لو كلمتهم قلت لهم خلاص انا جايكم ابغى اشوف محلكم، يقولوا لك لا ما تقدر تجينا، المندوب يوصلك الى باب البيت. هذه اول اشاره ان هذه طريقه احتيال، اول ما تحول لهم فلوس يختفون نهائيا وما تقدر تتواصل معاهم. طبعا هذه طريقه جدا مزعجه، لذلك لو كنت حاب تقسط جهاز لا تقسط جهاز الا من محل موجود على ارض الواقع وفي شغلات رسميه موجوده عندهم، لكن شخص تتواصل معاه عن طريق وسائل المحادثه المختلفه او منصات التواصل الاجتماعي بالغالب راح يكون احتيال. طبعا طبعا، اول شيء الشكر الجزيل لعبد الله السبع على هالفيديو التوعوي. الشيء الثاني فعلا يعني اليوم كل ما تطورنا كل ما تطور المحتالين معانا، كل ما جبنا طرق انه الواحد يحمي نفسه فيها ويحمي معلوماته ويحمي اهله واسرته، كل ما جابوا طرق يعني بعدين الواحد لازم يكون يعني واعي، حذر وواعي ويوعي اللي حوله. صحيح يعني طبعا، وهذا دورنا يمكن احنا كمان، يمكن انا شخصيا اقول لك والله ما قد فكرت اني اشتري شيء واقسط او شيء من هذا النوع، يعني بعيده، وان مثلا صار مع انه من النادر انه يصير ترى بروح للمكان دايركت. انا من الناس اللي حذره لما اشتري عن طريق الاونلاين الا انه تكون اماكن موثوقه ومعروفه والناس كثير يكونوا استخدموها حولي، من بعدها اروح. بس من طريق الاعلانات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا اللي تطلع مثلا ما بين السنابات او ما بين الصفحات او من بين التغريدات، ما تعرفي لها مصدر، ما تعرفي هي من وين جايه بالضبط. فصح لازم الواحد ينتبه ويكون حذر، يعني بمجرد ما يبدا يدخل في هذه الدوامه أول شيء ممكن البيانات تنسرق. إيه نعم صحيح، ربما البضاعة ما تجيك بنفس المواصفات، وكثير شفنا ناس بهذه الطريقة، أو ربما كمان ياخذوا المبلغ اللي هو يعتبر هذا مبلغ مستقطع وتستمر. يعني أنا دحين مثلا متوهقة في شغلة ودوبني تذكرتها، ما اشتريت شيء، ما اشتركت في شيء ولا أي حاجة، وتقريبا كل أسبوعين بيجيني خصم $19 من موقع من أمريكا. ولما بأدخل مثلا على الاشتراكات اللي عندي اللي تابعة لأبل باي، ما في فين متسوس هذا البرنامج اللي قاعد يخصم علي $19، ولا عشان كذا صح ذكرتيني ابغى امر على البنك حتى افهم الموضوع. فبتصير اشياء بسبب السوشيال ميديا بطريقه او باخرى بيقدروا يدخلوا على جهازك على حساباتك وغيرها، وللاسف انه فيها نصب واحتيال كبير. يعني وانا اقول الحمد لله ان $19 يعني ما هو مبلغ كبير. لا بس حتى لو انها نص دولار، حتى لو انها 50 سنت رأى، يعني الأمانة إحنا الحين ليش أقول يعني في بداية هذا الموضوع قاعد أقول إنه صار سهل، لأن فلوسنا كلها صايرة في ذا الجهاز. صح. فما تدري من يخترق، ما تدري من يسوي لك اشتراك، ما تدري أنت بضغطة زر قاعدة تسولفين ولاهية وتكونين أنت اشتركتي وأنت ما تبين تشتركين وإلى آخره، فيستمر فعلا. حلو الواحد أن كل فترة وفترة يرجع يشيك، يشوف السحوبات، يشوف الأمور هذه كلها علشان ما يتم النصب والاحتيال عليه. في مقطع لسيدة أجنبية كان عندها فضول أنها تعرف بعض الإجابات عن ديننا دين الإسلام، وبين هذه الأسئلة اللي سألتها قالت ليش شرع الإسلام 4 زوجات. طبعا هي استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان تجاوب على هذا السؤال، خلونا نتابع. ChatGPT, I have a question. Why does Islam allow 4 wives? Can you please answer me in 20 seconds? Islam allows up to 4 wives, but this rule actually reduced the number of wives men could have, as people like King Solomon and King David in the Bible had hundreds of wives. It was introduced in a time when war and other factors left more women than men, ensuring women were cared for. However, if a man can't treat them fairly, Islam only allows 1 wife, emphasizing justice and fairness. Wow, that is so interesting. Does Islam oppress women? Can you answer me in 20 seconds, please? No, Islam does not oppress women. The Quran introduced groundbreaking changes by granting women rights like inheritance, property ownership, and education. Revolutionary for that time. It brought justice in marriage through mutual consent, fairness, and the right to seek divorce. Most importantly, God sees men and women as spiritually equal, emphasizing their equal dignity and worth in his eyes. Wow, my mind is
blown. What do you guys think? يعني فيديو يعني احنا ما نقدر نقول ان احنا متفاجئين، يعني هذه معلومه احنا عارفينها من اول، لكن ممكن الاجانب او الاشخاص اللي ما الغير مسلمين خلينا نقول انهم يكون عندهم فضول انه ليش والى اخره، ف يعني حلو التوعية بهذه الأمور، حلوة للناس اللي ما تفهم فيها. حلو الفيديو بأمانة، وهي سألت وهي جاوبت، وسبحان الله يعني احنا كبشر ومسلمين زي ما بتقول احنا متعودين وهذا الطبيعي، يعني ايش الغريب في الموضوع؟ يعني موضوع مثلا انه كيف الاسلام كرم المراه، العدل ما بين الزوجات، المساواه في كثير من الامور بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه وغيرها. فالحلو انه الذكاء الاصطناعي كيف قاعد يخدم هذا الجانب عند الناس اللي يكونوا من غير ديانة او من غير ثقافه، فكيف ممكن يقدروا انهم يوصلوا لمعلومات تكون صحيحه من غير ما يكون في اي تدخل بشري، وممكن يتم مثلا ممارسه نوع من العاطفه او الضغط حتى هم يكونوا مثلا مقتنعين بافكارنا. رائع الفيديو، وبالعكس يعني حبيت. خلصنا تبغى نطلع؟ نطلع. طيب اذا مشاهدينا احنا اكيد مكملين باقي فقراتنا، لكن خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل. هذه الفقرة راح تعجبكم كثير، لأنه يعني بنعرف أنه الكبسة هذه معشوقة الجماهير، وربما الكبسة بطبيعة الحال هي تعتبر وجبة رئيسية ومهمة في مجتمعنا السعودي والخليجي بشكل عام. طبعاً أنا في البداية أبغى أسألك، جيت سمعتي أو توقعتي أنه ممكن شخص يسوي حمية بالكبسة؟ شلون يعني؟ دايت يعني؟ دايت طبعاً. هذه أتوقع كلنا، كل الشعب السعودي كلهم هذه حميتهم المتعارف عليها، الواحد يأكل كبسة ويشرب لبن ويعين الله خير. هذا مو دايت، بس تشوف الكرش بعدين. لا يا أختي، يا أختي كيف الكبسة هي الأكلة الوحيدة اللي تستاهل إن عادي الواحد يسمن عشانها صراحة. أيوة يعني يجوز لها ما لا يجوز لغيرها هذه الوجبة. عموما أنا ليش فتحت هذا الموضوع معك مها، لأنه شفت مقطع متداول بصراحة لمختص يقول إنه الكبسة أحسن أكل ممكن ينزل الوزن. كيف؟ لازم نعرف التفاصيل. خلينا نرحب بضيفنا عبر سكايب بنجم زياد، مدرب رياضي. يا نجم يا مرحبا. أنت غيرت مفاهيم الأكل بالكامل، يعني من مدة كنا نتكلم عن الشوكولات وكيف الشوكولات يعني عادي ممكن الواحد ينزل وزنه وهو قاعد يأكل شوكولات ويستمتع فيها، لكن خلينا نتكلم عن الكبسة. كيف ممكن تكون الكبسة يعني وجبة صحية مفيدة وكمان تساعد في إنقاص الوزن؟ أول شيء شكراً على الاستضافة، أنا سعيد بوجودي معكم اليوم. الكبسة وما أدراكي ما الكبسة. أوكي. لو بدينا الكلام أنا أبسك سؤال واحد. الحين في المستشفيات يقدموا رز ولا ما يقدمون المرضى على سبيل المثال؟ صحيح. أوكي. فبالتالي ايش فرق الرز اللي يقدمونه في المستشفى عن الكبسه اللي احنا ناكلها في البيت؟ يعني هو الرز واحد صح؟ طريقه التحضير ممكن مختلفه. يا سلام عليكي. أيه. بالضبط. فبالتالي ما نقدر نقول ان المشكله في الكبسه، نقدر نقول ان في بعض الاحيان خطوات التحضير هي اللي تخلي الكبسه وجبه مش كويسه لنا ولاجسامنا، فبالتالي الرز ما له علاقه. احنا دائما نحاول نفصل ما بين طريقه انه احنا نقول انه الكبسه مضره او نقول ان الرز مضر. دائما احنا نرجع الشيء لمكوناته الاصليه، فبالتالي مستحيل لا علميا ولا عمليا نقدر نقول ان الكبسه مضره، ما عدا ان الشخص كيف يتحكم بطريقه التحضير. فمثال كميه الزيت المفرطه، فاحنا مثلا نسوي الكبسه بزيت، انا اراهن ان اي احد يقدر يسوي نفس الكبسه اللي يسويها كل يوم مع الهيل والخضار والكبسة الكلاسيك النورمال يعني. أي. ويحط كمية زيت أقل، الطعم راح يطلع نفسه، وراح يصير الرز وجبة جدا مغذية، وأيضا كذلك معاه إضافات طبعا نقدر نتكلم عنها أكيد الحين إن شاء الله. يا سلام يا سلام، جوعتنا والله يا نجم. يعني الكبسة أساس كل بيت. جوعتنا والله يا نجم، وفعلا يعني أنا أتفق معاك، هي عبارة عن يعني خصوصا يعني كبسة البر نحط ترى فيها خضار،
نحط فيها بطاطس، نحط فيها جزر، نحط فيها عاد كل واحد واللي يحبه، وغير البروتين اللي موجود فيها، والبروتين نعرف انه هو شيء اساسي في الدايت حقنا. لكن لما نجي نقول طيب انا اليوم انا سامعه كلامك وفاهمه كلامك جدا على متمه نجم، لكن الحين بسالك انه كيف اقدر اسوي كبسه صحيه؟ وش الطريقه الصحيحة بحيث أني أنا أسوي الكبسة الكلاسيك اللي تحدثت عنها قبل شوي بطريقة بحيث أنه ما تكون فيها سعرات حرارية زايدة على اللزوم؟ أوكي، في البداية هي انتقلت فكرة معلومة أن الكبسة تزيد الوزن من الأساس. لو ترجعي معي وراء قبل 150 سنة أو 100 سنة خلينا نقول، يعني مش والدك الله يحفظه أو إذا كان موجود والدة، كنا إحنا في هذيك الأوقات إحنا ما يمكن ما كنا موجودين، كانت العوائل أغلبها فقيرة. هذا الشيء الناس ما تعرف كيف تناقلت هذا الشيء، فكانوا مثلا تلاقي العائلة أب عنده 10 أطفال أو عنده 7 أطفال يكون دخلهم جدا محدود، فإيش أرخص نوع يقدرون يأكلونه في السوق؟ إنه مثلا غالبا مصادر النشويات الرخيصة، البطاطس، الرز. يجيب لك صحن رز كبير هذا الحجم، وبالنص إيش تلاقين؟ تلاقين دجاجة صغيرة أو مصدر بروتين صغير. اللي توافق ان في هذاك الفتره كانت الناس تتحرك بشكل مره كبير، وللعلم كانت تموت بامراض السكر وامراض يعني الناس ما كانت تعرفها، وهذا السبب اللي يقول لك ان زمان ما كان حتى في امراض مكتشفه وكانت الناس تعيش اطول. مو صحيح، كانت الامراض اصلا موجوده والناس تموت بس ما كان احد يعرف ايش سبب هذه الوفاه. فالان تلاحظي اعمار الناس ارتفعت رغم ان الكبسه ما زالت موجوده. ايش اللي صار؟ جاء الجيل اللي بعدهم وجينا احنا، انتقلت عاده ان احنا على السفره عندنا صحن كبير من الكبسه، تمام؟ يمكن يكفي 7 أشخاص، ولكن ناكل نفس كمية الرز اللي هم كانوا يأكلوها قبل 100 سنة، ولكن إحنا بالمقابل هم حركتهم كانت أكثر، إحنا حركتنا كانت أقل، فانتقلت عادة الكبسة بدون ما إحنا نتغير. الآن رداً على سؤالك، اللي يصير اليوم إن لازم صحن الكبسة يكون هو نفسه، ولكن الشخص يكون منطقي وما تصير وجبة الكبسة الشبع منها عن طريق الرز. هنا الغلطة يا بنات، إن المشكلة إحنا نبغى نشبع من الكبسة من الرز، وهنا تكون المشكلة. فإحنا شو نسوي؟ يا ناكل 30 ملعقة كبسة، أو مثلا أنت طالعة من الدوام تأخذيك نص حبة بخاري، واحد طالع من الدوام نص حبة بخاري يضربها كاملة، عز الطلب. أيوة عز مع لبن. بعدين لا طلع لك كرش يقول لك آه شوفي الكبسة هي السبب. طيب ليش ما نقول إن الكمية المفرطة؟ كيف نخليها صح؟ نلتزم ما بين 10 إلى 15 ملعقة رز لإنزال الوزن، طبعا هذا للشباب، أوكي؟ طبعا هي لها حسبة وتختلف بين الأطوال والأوزان، ولكن إحنا نبغى نكون في منطقة آمنة. يعني أنا لو واحد يأكل في اليوم 30 ملعقة رز، لو هو يحسب قبضات اليد ترى توصل أكثر من 30 ملعقة رز، فيأكل من 10 إلى 15 ملعقة على الغداء، ويضيف معها خضار، يضيف معها حتى لو سلطة أي نوع، وأيضا كذلك الزبادي، ويزيد معها حصة البروتين. يعني تلاحظي مثلا 5 أشخاص في عائلة أو 7 يقعدون على دجاجة واحدة. طبعا انا اعرف بعض الاحيان فيها تكاليف ماديه اكثر على العوائل بالذات اللي دخلها جدا محدود، ولكن هذه الطريقه اللي تناسب مجتمعنا الان. ان احنا ناكل كبسه، واحد نزيد بروتين، الرز ما نعدي 10 الى 15 ملعقه اذا كان نشاطنا كويس، ويكون 3 فيها سلطه، 4 اللبن يكون قليل الدسم، او المشروب الغازي يكون زيرو، ايا كان النوع يكون زيرو بدون سعرات. وبهذه الطريقة أصبحت الكبسة وجبة غذاء تتناسب مع مجتمعنا وتتناسب مع جيلنا. بس نجم ما تحس أنك يعني معليش عذرا على المقاطعة، بس ما تحس أنك ظلمت الرز شوي؟ يعني شرق آسيا كلهم يأكلهم رز، فطورهم وغداهم وعشاهم والسناك وحتى الآيس كريم حقهم رز، ما نشوفهم أنحف منهم ما في، بس أنهم يأكلون رز ستيم رايس، يعني رز مبخر ما في زيوت ولا في، فأعتقد أن الرز يعني مظلوم شوي ولا؟ هو اكيد، لانه طبعا احنا حبا بالرز احنا شو نسوي؟ نفس التمر، لما ناكل 7 تمرات مثلا نقول سنه، رغم انه ممكن كثرتها انها تضرنا بشكل عام، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نفس الشيء الرز، فطريقه التحضير الزيت، صدقيني لو مجتمعاتنا فقط تقلل الزيت عن الرز اصبح صديق لهم. صح. لو بس يقللون الزيت، او انت يا رؤى مثلا لما تسوي الرز في البيت تقللي عنه الزيت، هذه كفيله انها تقلل سعرات الرز ما بين 30 الى 35%، واصبح مغذي. الرز يقدم حتى في المستشفيات، فاذا كان ضار ليش قاعدين يعطونا اياه في المستشفى اذا كنا مثلا صحيح. مرضى او قاعدين، هو وجبه رئيسيه. طيب اكيد يعني في الاخر الجسم يحتاج الى نسبه معينه من النشويات، أكيد. لكن في المقابل في ناس ممكن انهم ياكلوا الرز كل يوم، فأنا سؤالي هل ممكن إذا الشخص حابب أنه هو يحافظ على وزنه أو يقلل وزنه، هل نوع الرز يختلف؟
كمية أو عدد الأيام في الأسبوع اللي يأكل فيها الرز برضو فروض تكون محددة، أو إنه لا خلاص يطبخها بشكل صحي يقلل كمية الزيت ويقدر إنه هو يأكل مثلاً نسبة معينة من كمية الرز بشكل يومي طبعاً. سؤال ذكي جميل جداً. طبعاً أنت تقدري تكرري كمية أو تكرري نوعية الأكل أنت، لأن في الأخير هو الرز واحد، أنت أكلتيه اليوم مضوي أكلتيه بكرة بخاري، هي الفكرة فقط في طريقة التحضير. وغالباً البهارات ما فيها سعرات حرارية، ما فيها سعرات حرارية، ولو كان فيها سعرات هي تكون بسيطة. فبالتالي هو الرز كمادة خام، كنشوي، كمادة كرز أبداً غير مضر. نتحكم فقط في كمية الزيت اللي نحطها، وصدقيني راح تكون أحسن وجبة ناكلها. وكل يوم وحتى لو نكرر نقدر نتغدى رز. يعني كمثال 7 ملاعق رز طبعاً تقريباً تعادل شريحتين توست، إلى 8 ملاعق رز تعادل شريحتين توست. فأنا أقدر أكل رز على الغداء وأقدر أكل برضو رز على العشاء، نفس الشيء ما راح يضرر جسمي نهائياً. طيب الحين السؤال اللي يطرح نفسه، قولي. أنا بقول لك، أكيد إني بقول لك يا نجوى، أكيد إني بقول لك. شوف يعني نكون صريحين، إحنا وإحنا دائما نحب الشفافية والصراحة، نحب الصراحة. ما إننا قاعدين نتكلم عن الكبسة ونتكلم عن النشويات، نتكلم عن ليش إنه في بعض الناس مثلا ياكلون رز ياكلون مكرونة عادي بس لا ياكلون خبز، إذا أكلوا خبز سمنوا، والعكس صحيح. في ناس ممكن تاكل خبز، تاكل حلويات، تاكل أي كان، تاكل رز تسمن، وقص على ذلك. يعني هل نوع النشويات يفرق أو إحنا جسامنا تختلف؟ يعني وين الجواب بالضبط؟ صح، شوفي الأجسام تختلف، أنا هذه أتفق معك يعني 100%، وهذا طبعا طبيعي بالأجسام. بس ما في إنسان يسمن من نوع أكل معين، يعني حتى في بعض الأحيان تسمع عن رجيم فصائل الدم وكذا، ونوع أكل يسمني، ما في نوع أكل يسمني نحف. بعض الأحيان في ناس تعاني من حساسية القمح الجلوتين، فبالتالي فرضا يأكل نوع معين من الخبز يسوي له مشاكل في الأمعاء، يسوي له مشاكل في الهضم. هذا واحد. الآن نجي لموضوع إنه هل إذا أكل رز أو خبز يسمن أو ينحف؟ غالبا الكمية. فأنت شوفي اللي يأكل مثلا رز يأكل 7 ملاعق، أنت الحين 7 ملاعق 8 ملاعق مع الرز ايش بيكون موجود؟ في سلطه، تبوله، رحتي عزيمه، حطيتي مشاوي. عكس الخبز، اذا انت حطيتي مقبلات، طبق النوج، عندك اللبنه، عندك ايش في كمان اشياء مثلا مع الخبز، مثلا حمص متبل، كل هذه الامور انت بايش راح تاكليها؟ بالخبز. فانت راح تفرطي بكميه الخبز، فبالتالي طبيعي راح تلاقي ان انت سمنتي من الافراط وليس من الخبز. بس الناس وين تركيزها؟ تلاحظي انت اللي يسوي رجيم يقول لك انا والله مثلا وقفت الخبز. طيب انت وقفت الخبز، انت قبل ما كنت تحسب الكميه اصلا، ياكل خبز على الفطور لان انت هو يفطر بيض يحط خبز، ومع الغداء ياكل رز، ومع العشاء يتعشى نواشف. لما يقطع الخبز طبيعي هو قلل كل هذه السعرات، لازم راح ينحف اذا قطع الخبز. بس لانه هو فكره محدود، يعني هو ما عنده الخبره الكافيه، فشي يقول لك انا لما قطعت الخبز نحفت. أنت نحفت من انقاص الكمية وليس من قطع الخبز. صحيح نجم. يعني كمان في واحدة من الموضوعات المهمة اللي نبغى نسلط الضوء عليها، سبق زمان لما يعني كنت ضيفنا في البرنامج أتكلمنا أنا وياك على موضوع الوجبة الواحدة، قلت لي يا رؤى انتبهي ترى كذا راح يزيد وزنك في يوم من الأيام. وصار إذا كمان صار لك مقطع متداول تتكلم فيه عن كرش الوجبة الواحدة خصوصا للموظفين. خلينا كمان نقول للمشاهدين إيش هي مخاطر الوجبة الواحدة وليش ممكن فعلا تسبب سمنة وزيادة في الوزن أو حتى كرش. جميل. نظام الوجبة الواحدة طبعا هم الناس ينقسموا قسمين بكل بساطة. في ناس تأكل كمية كبيرة بوجبة واحدة، يعني يمكن أنت تلاحظيهم واحد يروح الدوام من الصباح من الفجر يعني لين العصر يرجع يعطيها وجبة واحدة ويقفل عليها الليلة زي صحيح. ما قالوا. أيوه. وفي الشخص الآخر اللي هو يدخل ضمن الوجبة الواحدة ولكن سوء تغذية، الدوام طول اليوم ترجع في البيت مثلا ما تاكل اصلا، يعني وجبتها تكون صغيره وتقول لك خلاص انا شبعت وما لي نفس اكل. الاول اللي ياكل كميه كبيره، تخيلي انت اكلتي 30 ملعقه رز لانه هو من الصباح مو ماكل، فمنطقيا ايش بيسوي؟ راح ياكل وجبه كبيره. صح. يعوض عن الفطور ويعوض عن الغداء. فاللي راح يصير معه انه سكر الدم عنده جدا راح يرتفع مع الوقت، ممكن لا سمح الله يصاب بمقاومه الانسولين والسكر مع الوقت. فلما هو يكون ماكل كميه كبيره في وقت قصير، حتى جسمك لما يتعامل مع هذه الوجبه راح ينضغط، يعني الضغط راح يكون مره كبير. فبالتالي ارتفاعات السكر العاليه تسبب زياده في تخزين الدهون مع مرور الوقت، وايضا كذلك مشاكل صحيه، وبنفس الوقت ما يقدر يوزع وجبات وسيصاب بالخمول، خمول جدا شديد. فبالتالي تقسيم الوجبات راح يساعده،
الشق الآخر اللي ما يأكل، يعني فرضا أنت دوامتي طول اليوم أو مثلا أنا دوام طول اليوم، رجعت البيت كنت وجبة صغيرة تعبان مالي نفس، مع مرور الوقت ممكن حتى ما أسمن، ولكن هي العبرة مش بالوزن، هي بصحتي. سأصاب بسوء التغذية، صداع شديد دائما، مثلا يكون عندي جفاف من نقص الماء، ما أقدر أفكر كويس، أحس دائما مزاجي معكر، دائما زعلان، منفس بالعربي، سبب سوء التغذية. فتوزيع الوجبات راح يعالج أغلب هذه المشاكل. طبعا أكيد كل شخص يعني يقدر يرجع لنا، إحنا نضبط له كمية الأكل، كم الكمية اللي يحتاجها، أو يقدر هو يوازنها، ولكن بالمعقول والمنطق. واضح، واضح جدا كلامك نجم زياد. يعني نفهم من كلامك انه الكبسه بريئه ككبسه، ولكن اللي احنا نسويه هذا اللي ظلمه ضلايم. هذا اللي ظلم كميه الزيت، كميه الامور اللي احنا نحطها عشان يعني نخليها ألدة ونخليها دسمة. عموما احنا نشكر لك تواجدك اليوم نجم زياد، شكرا جزيلا وشكرا على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا بعد الفاصل، لو أحد سألك كم راتبك بتجاوب ولا لا؟ السؤال الأصعب، السؤال الذي عجز عن عجز عنه العلماء والعلماء والتاريخ وكل شيء، كم راتبك؟ كم في حسابك؟ يعني كم متابعينك؟ حتى هذه من الأسئلة أنت ما تحبي أي شيء، كم؟ ما حبي كم عمرك؟ كم وزنك؟ كم ما أي كم لا أوكي. لا أنا على قولة إخواننا المصريين، هو ده سؤال برضو صح، ما يصحش صح، ما يصحش. كثير من الناس تسأل هالسؤال بدون أي مراعاة، يعني ما في خير شر، ما في أي مراعاة لا للخصوصية ولا للشخص اللي قدامه. فضول. ولا وش الفضول؟ لا يعني يقول لك في مثل بقوله بالإنجليزي بعدين بترجمه بالعربي، تعرفون ثقافتي يعني. إيه ما شاء الله. يقول لك curiosity killed the cat. طيب. إنه الفضول قتل القطة. طيب. فيا قطة لا تسألين كم راتبك، هذا ليس سؤال. طيب. جيد. عموما مبارك اللي غايب اليوم ما جاء عشان ما نسأل هذا السؤال. أوكي بكلمه إن شاء الله في بعد الحلقة وبسأل هذا السؤال. يقول لك كم راتبك، سأل الناس قال لو واحد سألك كم راتبك وش بيكون جوابك؟ خلونا نسمع إجاباتكم ونرجع. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقط قول رأي. قول رأي. قول رأي. سؤالنا اليوم في قول رأيك يقول لو شخص سأل كم راتبك هل عادي تجاوبه ولا بتصير مشاكل بينكم؟ خلونا بعد نشوف اليوم بروز الإجابات. والله هذا سؤال خاص جدا، يعني ما راح أجاوب عليه، لأن صراحة اللي يسأل هذا أشوفه شوي يعني ملقوف جدا يعني. إيه نعم، هذا سؤال خاص ولا أحد. طيب. أعطيني أشخاص مستثنين من هذه القائمة أنك بتجاوبه، مين؟ والله الوالدة فقط. بس والد والوالدة فقط. إيه نعم. غيرهم؟ إيه لا، بس هذول اللي ممكن أعطيهم، لأنه غيرهم راح يبني علاقته معي على أنه هذا راتبك. راتبي إيه نعم. طيب الزوجة؟ لا، هي من احد الاشخاص اللي يبني. فالي اقول لهم كم اللي يصفالي، بس اللي قبل لا. بس طيب عطهم الراتب بدون ايش؟ بدون الاشياء اللي تصفى كامل. لا اللي تصفى، اللي يصفى ينزل الحساب، اهم شيء الحساب. عادي تقوله؟ ها والله عادي اقول. طيب كم اللي راتب اللي ينزل؟ الحمد لله خير وبركه. حدود كم؟ لا بجاوبه اذا هو يبغى يستفيد انا اجاوبه. اذا في ايش؟ اذا كان يهم هذا الامر انا اجاوبه. اذا هو بينام مرتاح؟ نعم. هو يمكن يعني يبلشك في السؤال. لا لا، إذا يريح السؤال هذا أنا أجاوبه. هذا. نعم. يعني ما في أي إشكالية. سبق واحد سألك؟ سبق واحد سألني. علمته. علمته. نعم نعم يا أخوي. ليش؟ ليش والله الحقيقة طيبة والصراحة راحة. لا يعني بس تحس إنه ملقوف يعني اللي يسأل. لا والله ممكن من محبة يعني بيشوف وضعك، إذا أنت وضعك ما بطيبة يبي يدعمك. فالأفضل أنك تعلمه. كم راتبك؟ عشان يرتاح. راتبي 6500 ريال. الله يزيدك يا رب. فيها قروض وفيها 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 والصافي 1005. عادي أجاوبه. ليش طيب؟ ما تحس إنه يعني الموضوع فيه لقافة شوي؟ لا لأن أصلاً ما عندي راتب. ما عندي راتب أصلاً. يعني إجابة سهلة. نعم. يعني أحس السؤال فيه خصوصية شوية، يعني ما الجواب عليه مش لأي حد يعني. أعطيني أشخاص ممكنك تجاوبهم كم راتبك. يعني المدام طبعاً أول واحدة. هذا غصب. الوالد والوالدة. أوكي.
بس، لكن في الاصدقاء وكذا اعتبر لا في خصوصيه شويه، صعب اني ما تقول لاي احد. لا لا اعتبر في خصوصيه شويه. طبعا قبل شوي رؤى كلمت مبارك حاطته على السبيكر، ما في احد في الاستديو ما سمع. ها قال لك كم رتبه ولا ما قال؟ قال يسالي كمان ولا هو بس يسال الناس وخلاص؟ يقول ما يقدر يقول كم رتبه، في ناس يطلبوه دين، فما في ناس يطلبون في ناس شكله متدين من الشباب. الله يسامحك يا مبارك، الله يسامحك يا مبارك. والله شوفي انا ما عمري سالت احد ذا السؤال، مستحيل اسال احد ذا السؤال، وما اعتقد انه يحق لاي احد انه يسال ذا السؤال، ولكن في شخص واحد ممكن اني انا اقول له هذه المعلومه، يعني عشان انا لازم اقول له هذه المعلومه، مو اذا سالني وما استناه يسالني، اللي هو شريك الحياه. هو الشخص الوحيد المخول اني عادي كسالفه، والله انا راتبي كذا عادي. وهو المفروض انه كسالفه يقول لي، يعني انا مستحيل اني اساله مثلا والله كم راتبك، واستغرب واستنكر الناس او الكابلز اللي متزوجين وما يعرفون رواتب بعض. وعلى فكرة أنا يعني ذاك اليوم صارت نفس النقاش، واحدة من بنات في جيلنا تخيلي ما تعرف راتب رجلها، ما تعرف راتب زوجها. قلت لها شلون شلون يعني كأنك ما تعرفين عمره، ولا ما تعرفين اسمه، ما تعرفين اسم عائلته. يعني أحس هذا جزء شريك حياة، اسمها شريك حياة، مو صديقتك والله، ولا أخوك، ولا يعني هذولي أوكي، بس شريك حياة يعني أنتوا تشاركوا كل شيء، حتى المعلومات. أحسها معلومة مهمة، المفروض أنه أنا أعرف شريك حياتي كم راتبه أو كم دخله أو كم راس ماله أو وش ما كان ممتلكاته. الأمور هذه كلها مو بعشان والله أنا طمعانة فيه، ولا يعني الله لا يحد أحد على أحد، بس يعني معلومة أعتقد أنها مهمة. من ناحية أنه أنا أسأل أحد، لا أحد قد سألني وكثرهم اللي سألوني، وأنا أقول يعني أنا آخر أحد سألني قبل أسبوع قلت إيش دخلك؟ أوف إي لا قلت إيش دخلك؟ عادي كذا قلتيها بالوجه. طبعا قلت إيش دخلك؟ أوكي. تبي يعني وش تبين؟ أوكي. تبين سلف؟ أي. وش دخل راتبي؟ ما له علاقة في السلف. وقعدت تضحك يعني البنت طبعا. يمكن هي تبغى تسأل أنت كمذيعة كم تقريبا يعني وضع الرواتب؟ بس رؤى عيب، أحس مرة يفشل يعني، عيب ما يصير يعني. بعد في أشياء الواحد يعني ما سمعت السمعة وشو؟ بس ذاك اليوم بتكلموا على أنه راتب المذيعين والمذيعات مرتفع. أي. طيب وأنا كنت قاعدة فقالوا حتى رؤى راتبها 100,000 في الشهر، قمت طالعت فيهم 100,000 في الشهر راتبي. اوكي نحن نتكلم على مستوى الدخل اللي هنا بيكون مختلف لانه في اشغال خارجيه، لكن اتوصل 100,000 كراتب، ليش اشتغل شغل خارجي؟ اجل خاص بخليني اداوم دوامي العادي واقعد. ففي سمعه بصراحه انه المذيعات والمذيعين رواتبهم تعتبر فلكيه. اقول لك شيء طيب، انا لما احد كذا احس انه يتكلم يعني معي بهذا المنهج او بهذا الاسلوب او بهذه الطريقه اللي انا يعني تستفزني صراحه كثير، وتجيني كثير يعني سواء من ناس قريبه او بعيده او حتى حسوده او حاقده او ناس عينها باللقمه ذي اللي في يدك ذي حاسدينك عليها، وهي اصلا يعني الحمد لله نعمه وخير وبركه. تدرين دائما وش اقول؟ اناظر كذا بس اطيل النظر وبعدين اقول الصيت ولا الغنى. الله الصيت ولا الغنى. صح انت تحسبين ان انا في رصيدي مليارات المليارات، خليكي على كذا حلو زين شكلي كذا، طب ممتاز، معناته انه انا ماشيه صح، معناته انه انا طريقتي صح. اما لما يجيك احد مثلا طفران وحالته حاله وكذا، ويجي يلبس لك براندات ويحط لك كل اللي يقدر عليه في ذا السياره ولا في ذا البيت ولا في ذا الله يكرمك يكرم السامعين في ذا الشوز ولا في ذا الساعه، انه شوفوني ترى انا عندي، هذا اكثر انسان مسكين وحالته حاله. فلما انت تشوفيني كذا وانا انسانه طبيعيه عادي افريج، فصيت ورا الغنى، خليكي كذا، خليها مش راتبك 100,000، قولي لها هذه 100,000 هذه كذا بس يعني حقت مطعم يعني عادي. يا لطيف. لا يا ما لا يا ما يا لا يا رؤى صدق في ناس ترى ما يبغى لهم. شوفي في مقوله تقول لك اللي ما يستحي منك لا تستحي منه. لما تجيني واحده كذا اي انا طيب ايش اخذت منك شيء؟ صح طالبيني بشيء؟ يعني صدق في ناس لا يبغى لها هذا، يعني لازم تعطينها الوجه الآخر عشان تعرف حدودها. أنا زيك أتفق معاك في موضوع أني أحياناً أستغرب من الناس اللي ممكن تسأل بوجه الخصوص كم راتبك، خصوصاً تكون كذا واضحة وصريحة. يعني أنا أهلي اللي هم أهلي ماما وبابا ما يعرفوا كم الراتب بالضبط، لكن أمورك طيبة الحمد لله الحمد لله انتهينا، هذا اللي يهم أهلي في الآخر. بس في المقابل ما عندهم كرقم ثابت. ثاني شيء يمكن الجهة الوحيدة أو الشخص الوحيد اللي
ممكن اذا سالني عن راتبي اعطيه الراتب لو ابغى اقدم على فيزا، يقول لي هاتي كشف حساب، بعطيه كشف الحساب وانا ساكته، بيعرف كل مصاريفي ايش بتكون. بس غير كذا يعني انا بصراحه ما احس اني تعرضت كثير لهذا الموقف، ولا احس انه الناس عندها هذا الفضول، بس دائما عندها تصور انه الراتب بيكون مبلغ خيالي وفلكي، وهي وظيفه في الاخر يعني لها رواتبها، وان شاء الله باذن الله انه في يوم من الايام نكون سينيور بريزنتر وتكون رواتبنا عاليه. عموما خلينا نطلع فاصل ومن بعد نرجع نكمل. ومستمرين معاكم في حلقتنا ومستمرين في الدراسات الجديدة مشاهدينا. في هذه الدراسة اللي قريناها قبل كم يوم كانت تؤكد تأثير استخدام الأدوات البلاستيكية على هرمونات المرأة بالتحديد، وخصوصا المرأة الحامل وعلى جنينها. واليوم ودنا نعرف مدى صحة هذه الدراسات، وإذا كانت فعلا هناك علاقة مباشرة بينهم أو لا. خلونا نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور فراس الخاروف، استشاري الطب الأجنة والأمومة. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله دكتور فراس، نورتنا. أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. إحنا الحين أفضل لأنه إحنا راح نعرف منك إذا هذه الدراسة حقيقية أو لا. فخلينا نبدأ يعني الحديث معك دكتور فراس في هذه المقولة أو هذه الدراسة اللي تقول لك المرأة الحامل بالتحديد المفروض أنها ما تستخدم الأدوات البلاستيكية أو حتى الأكواب البلاستيكية، لأنه ممكن على المدى البعيد تأثر عليها وعلى الجنين. السلام عليكم، أول شيء شكرا على الاستضافة. طبعا هناك دراسات كثيرة على الموضوع هذا، يعني سواء كان التأثير على المرأة مباشرة أو تأثير على الجنين. طبعا المواد البلاستيكية خاصة إذا صار في، خلنا نقول إذا تسخنت وكانت تستخدم في نفس العلبة، كانت تسخن بشكل يومي، أور كانت فودز اللي هم الأكل المعلب، نعم. نفس الشيء. فهذه كلها لها أضرار، بحيث أن في مادة اسمها البي بي اي، البيسفينول اي، هذه المادة عند تكسرها ممكن تنتقل إلى الأم مباشرة أو إلى الجنين عن طريق الحبل السري، وتؤدي إلى مشاكل، خلنا نقول سواء كانت في زيادة في نسبة الاستروجين عند المرأة، وخاصة عند صغار السن قد تؤدي إلى البلوغ المبكر، زيادة في السكر التراكمي، مشاكل في القلب على مستوى على المدى البعيد، خاصة إذا كان في زيادة في نسبة مادة معينة اسمها الهوموسيستين. وبالنسبة للجنين قد تنتقل إلى الجنين وقد تؤدي إلى مشاكل ثانية. يعني هذه دراسة واقعية يعني؟ طبعا هو إحنا ما نستند على دراسة واحدة، إحنا نستند على عدة دراسات، وعدة دراسات هذه لازم تنشر وتؤكد عن طريق عدة دراسات أخرى على مستوى بس عالمي. لها علاقة بمرض التوحد، لأنه هذا هو أساس الفقرة اليوم. أيوة طبعا المادة هذه البي بي اي هي ممكن تنتقل عن طريق الحبل السري إلى الجنين، نعم. وخاصة في المراحل البداية اللي هي أول الثلث الأول من الحمل، أول 12 أسبوع. إذا زاد التركيز المستوى للعامل هذه على الدماغ الجنين قد تؤدي إلى مشاكل في اضطراب في النمو ومشاكل في السلوك اللي منها التوحد طبعا. ولكن طبعا دراسات قليلة تحتاج إلى دراسات أكثر للتأكد من هذه الأشياء. طبعا هم كيف استدلوا على هذه الدراسة؟ طبعا التوحد عادة يشخص بعمر معين عند الجنين وليس من البداية، سواء كان بسلوك نمطي أو سلوك أي سلوك معتاد عليه. فتم فحص تكرمون البول الأمهات هذه، وشافوا في تركيز لهذه المادة البي بي اي بنسبة كبيرة مقارنة بالناس اللي ما كان عندهم هذه، فاستدلوا أنه قد تكون هي عامل من العوامل التي قد تؤدي إلى التوحد. طيب هذه المادة اللي ذكرتها دكتور هي بس تكون متواجدة في المواد البلاستيكية، ولا ممكن تكون متواجدة في أشياء ثانية، وممكن المرأة الحامل تستخدمها بدون وعي أو إدراك؟ طبعا هي البي بي اي مادة موجودة أكثر شيء في البلاستيكس، وقد تكون موجوده في اللي هم الورق الريسايكل بيبرز، اللي هم الاوراق اللي قد تستخدم في اعاده التدوير، في المعلبات قد تكون موجوده. وعاده هذه الماده اذا قرانا في الخلف قد تكون موجوده كاسم بي بي اي او بارقام، ممكن اتكلم عنها بعدين كنصيحه للحوامل.
يعني للأمانة كلامك مهم جدا دكتور، وذكرت نقطة مهمة اللي هو إعادة تسخين أو يعني تسخين الأكل، لكن خدنا ناخذها بصورة أدق شوي اللي هو على سبيل المثال الحين أنا بشرب، أكيد الأكل يعني أغلب الأكل يكون ساخن أو يقدم ساخن، صح. فأنا بشرب شوربة على سبيل المثال أو باكل باستا لزاني أيا كان، فالأكل ساخن، فهل أيضا سخونة الأكل أو حرارة الأكل قد تؤثر على مثلا خلينا نقول الملعقة اللي أنا بستخدمها، فجسمي راح يأخذ هذه المادة أو راح يعني تضر؟ ممكن، نعم صح، هي نعم ممكن، خاصة إذا كانت طبعا في الدراسات ما ذكروا حرارة معينة سواء نعم. كانت على المواد البلاستيكية وهذه، بس تم في الحالات التي نشر فيها قالوا أنه إعادة العفو الحرارة قد تؤدي إلى تكسر في هذه المادة بشكل قليل، وطبعا عند إعادة الاستخدام في كذا مرة، خاصة في ناس يعني استعمالهم يومي للبلاستيك أريح، بلاش غسيل بلاش أكثر فقرة ما أحبها صحيح. في البيت اللي هو غسيل يعني المواعين، طبعا أكيد حتى في ناس يعني تشيلها معها يعني بشكل يومي صحيح. وخاصة الدراسات اللي تم نشرها بشكل كثير كانت فترة كورونا، إذا لاحظتوا فترة الكورونا كان كل شيء لازم يكون بلاستيك مغلف وعلى طول، بس يعني من مستوى كانت من أيام مطاعم توصيل تسخين تحتاج تسخين عدم تسخين. فمعظم الدراسات نشرت من العام 2020-2022 فترة كورونا، وشافوا أن هذه الأشياء فعلا قد تكون موجودة. بالإضافة إلى مادة البي بي اي، في مواد ثانية مثل مايكرو بلاستيكس يعني ممكن مادة تتكسر بشكل أقل، وقد هذه تنتقل برضو عن طريق الغذاء. واضح. خلينا نتكلم على البلاستيك تحديدا وتأثيره على الجهاز المناعي عند الأجنة والأطفال، كلمة عن التفاصيل أكثر من فضلك. أوكي، هو بالنسبة للجهاز المناعي للأطفال برضو الدراسات اللي أثبتت أنه ما في دراسات قوية عليها، ولكن لاحظوا مقارنة بالأطفال اللي ما عندهم أي مشاكل أو الأم أو أمهات اللي ما استخدموا مادة البلاستيك أو انتقل لهم بي بي اي، شافوا أنه عندهم نسبة الحساسية أول شيء أكبر، يسموها الأتوبي أو الحساسية الموسمية، مقارنة بالناس اللي ما عندهم الأمهات اللي ما تعرضوا للبلاستيك أكثر. رقم اثنين الأزمة، الربو سواء كان ربو موسمي أو ربو بشكل أعلى، مقارنة بالناس شافوا أنه هذا الأطفال اللي تعرضوا أمهاتهم كان برضو تعرضوا للربو بشكل أكثر. وبالإضافة إلى أمراض مناعية أخرى تفصيلية أكثر يعني ما أقدر أتكلم عنها. عفوا دكتور، يعني بنلاحظ أنه الأطفال لما بيشربوا الرضعة أحيانا تكون قوارير الرضاعة بلاستيك، أو ممكن حتى لما بيأكلوا يعني الحليب بالذات إحنا يكون دافي أو نحط ساخن ونستنى لين ما يدفى بعدنا بالرضع البيبي، هذا نفس الشيء ممكن أنه ينقل المواد السمية اللي ممكن تأثر على صحة البيبي؟ سؤال مهم. طبعا غالبية رضعات الأطفال are BPA free، يعني ما فيها موجود احتمالية البي بي اي. طبعا إذا كانت ذات جودة جيدة يعني في بعضهم بيروحوا ياخدوها من أماكن ربما ما تكون تصنيعها جيد، ولكن هو بشكل عام تصنيع الرضعات للأطفال أو المواد البلاستيكية أو أي شيء قد يستخدم الطفل هو صغير يعني عادة they are BPA free، يعني ما فيها مادة البسفينول. إيه أنا أتصور أنه هذه المادة دكتور ممكن تكون أرخص في التصنيع إن صحت أو أقل جودة، ممكن تكون أقل جودة. نعم نعم أقل جودة. نعم. طيب اليوم دكتور لو يعني بما أننا طرحنا هذا الموضوع فإحنا لازم نكون يعني نغطي كل الجوانب في هذا الموضوع. أنا اليوم عندي مطعم، عندي كوفي شوب، سمعت دكتور فراس اللي يتكلم اليوم في برنامج سيدتي الساعة 5 العصر على هذا الموضوع، فأنا الموضوع هذا شدني، لازم أني أنا أستبدل الأشياء البلاستيكية اللي أنا أستخدمها عندي في المطعم، خصوصاً إذا كان المطاعم اللي يعني توصيل زي ما حضرتك تفضلت من شوي. إيش المواد الأخرى اللي ممكن تكون يعني آمنة أكثر ونقدر أنه إحنا نستخدمها لمرة واحدة؟ طبعاً هو سؤال جيد. كمان طبعاً مواد يعني ممكن نستبدل المواد البلاستيك بأي مواد ثانية، مثال الجلاس كونتينرز اللي هم أوعية الزجاج في التسخين أو الستينلس ستيل، ولكن في ناس أصلاً هم عندهم ما يحبوا يعني يستخدموا هذه المواد يعني بسبب أي بسبب نظافة أو بسبب هم ما يعتقدوا أن هذا الشيء هم يحبوا يستخدموه، ولكن من ناحية طبية أو من ناحية خلنا نقول أنه ما تضر سواء كانت المرأة الحامل أو الجنين، نعم. استخدامه قد يكون أحسن في هذه الحالات الموجودة. يعني أنا أشوف الحين بعض المطاعم دكتور قاموا يحطوا ملاعق الخشب ويستبدلون مثلا المصاصات بالكرتون صح. وإلى آخره، فإيش رأيك الطبي
في هذا النوع من استبدال البلاستيك بالخشب مثلا او الكرتون والى اخره؟ طبعا الناس قد تفكر انه والله هذا يمكن ارخص او هذا لا، بس هو فعليا طبيا احسن في استخدام مواد الخشب والمواد اللي تحتوي على كرتون، صديقه للبيئه كمان، صديقه للبيئه طبعا انفايرمنتال فري، فهذه بالعكس قد تكون جيده على مدى طويل طبعا، خاصه للناس اللي تعرضوا للبلاستكس فتره طويله يعني. طيب ذكرت قبل شوي دكتور انه في نصائح حابب ان تقول لنا اياها او شويه تفاصيل عن هذا الموضوع، اذا خلينا نعرف ايش هي اهم النصائح اللي مفروض الام او سواء كانت في فتره حمل او في فتره الولاده مهم انه هي تنتبه لها من ناحيه الغذاء واستخدامها لهذه الادوات. اوكي، عاده يفضل الابتعاد عن المعلبات قدر قدر يعني المستطاع. طبعا احيانا ما نقدر يعني خاصه اول فتره 12 اسبوع تعرف الوحام قد يؤثر على الام يعني احيانا، ولكن يفضل الابتعاد عن المعلبات قدر المستطاع وعدم تسخينها. استخدام المواد الستينلس ستيل المعادن او الاوعيه فيها زجاج او الفخار عند سواء كان لاعاده التسخين او في الاستخدام الشخصي يوميا. المواد البي بي اي فري ممكن يستخدموها بعد طبعا في الخلف من اي ماده ريسايكلد حتلاقوا في ارقام معينه. ايوه، وعاده الارقام 3 و7 دي مايت انديكيت او عاده يكونوا مواد تحتوي على بي بي اي، فنبتعد عن هذه الارقام او نقرا ماده البي بي اي اذا كانت موجوده، واستشاره الطبيب او الطبيبه اذا في كان في حاجه معينه وحابين يعني يستعلموا عنها ان شاء الله. اكيد نشكر تواجدك اليوم معنا دكتور لكم. وفعلا يعني في كثير من الامور اللي ربما احنا ما نشعر فيها تكون هي من ضمن عاداتنا ومن يومياتنا، الا انها ممكن تسبب اخطار طويله الامد، وخصوصا انه بنلاحظ في ارتفاع في نسبه التوحد. صحيح. للاسف ما بين المواليد والاطفال، وربما انه الواحد لو اخذ الامور بعين الاعتبار وكان محتاط اكثر انه يتجنب الكثير من المخاطر المستقبليه. شكرا. صحيح. لك نورتنا. شكرا لكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا خير، يطلع فاصل سريع من بعد نرجع نكمل. نشاهد في التقرير القادم مشاهدينا الكرام قصة شاب سعودي حول هوايته إلى مصدر دخل إضافي له في مجال النباتات، إيش هي القصة وتفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي مع زميلنا حسام الشيحي. هواية للتسلية تدرجت بشغف ومتابعة ودعم لتصبح في هذا اليوم مصدر دخل إضافي لهذا الشاب. طبعا البداية كانت عام 2003 تقريبا بزراعة بعض البذور داخل حديقة البيت، وكان له تأثير كبير بعد ما شفت الإنتاج، وصراحة تحمست أنا بعد ما شفت الإنتاج بزراعة شتلات وأصناف عديدة، وتعلمت ولله الحمد طريقة الزراعة من ناحية التسميد والري ومكافحة الآفات الزراعية. تحولت الهواية إلى استثمار ولله الحمد بعد دعم الأهل والأصدقاء، ومثل ما أنت شايف تم افتتاح المحل ولله الحمد في عام 2020، وصارت الحمد لله الناس تجينا ونقدم استشارات مجانية، وكذلك طرق العناية والاهتمام بالنباتات، وكذلك الاهتمام بزراعة النباتات المناسبة لأسوار المنازل والمناسبة للحدائق المنزلية، وكذلك النباتات الداخلية المناسب وضعها بأماكن الجلوس والصلاة. شارك هذا الشاب في مبادرات عديدة أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف لرفع الغطاء النباتي والتقليل من انبعاثات الكربون. من منطلق مبادرة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية الخضراء أن نشارك ولو بشيء بسيط من توزيع الشتلات البرية، وبتنسيق مع وزارة الزراعة بمحافظة رفحة تم ولله الحمد العام السابق توزيع عدد كبير من النباتات البرية، وقررنا هذا الموسم بالتنسيق مع وزارة الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أن يكون هناك مبادرة بتوزيع عدد كبير من النباتات البرية ورفع مستوى الزراعة والثقافة الزراعية.
أفضل أوقات مناسبة للزراعة من نباتات برية أو نباتات مثمرة وكذلك نباتات السينة أو نباتات الظل مرحلتين بالسنة. طبعا المرحلة الأولى تبدأ من منتصف شهر 9 ميلادي إلى منتصف شهر 11 ميلادي، والمرحلة الثانية تبدأ من منتصف شهر 3 ميلادي إلى منتصف شهر 6 ميلادي. هذا المشروع الذي أتى بدعم الأصدقاء والأقرباء تحول إلى منشأة من أهم المنشآت التجارية في المنطقة، بتقديمه العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية والتوعوية. لروتانا خليجية، حسام الشيحي، رفحة. الشكر الجزيل لزميلنا حسام الشيحي على هذا التقرير. مشاهدينا، فاصل قصير ونرجع لكم. المقارنات ما بين المرأة والرجل أكيد ما تخلص، ودائما بتكون محل لدراسات أو حتى حوارات وغيرها، وخصوصا لما نتكلم موضوع الشراء والدفع، أو خلينا نقول وجهات النظر الشرائية المختلفة. ففي البداية حابة أعرف إيش رأيك يا مها في هذا الموضوع. هل تشوفي إنه المرأة أو الرجل أكثر حكمة في موضوع الإدارة المالية أو حتى في المشتريات والدفع؟ شوفي، وجهة نظري يمكن تختلف عن الواقع أو الدراسات وش تقول، لكن أنا أعتقد أنه الرجال أكثر حكمة. يعني السيدات إحنا ننبسط لما نسوي شوبينج. الرجال ما يحب يدخل مول طبعاً. إحنا بس كذا، ليش بتسوين شوبينج؟ وش عندك؟ عندك مناسبة؟ عندك شيء؟ لا والله طفشانة. صح. بسافر، ليش؟ بروح أسوي شوبينج. طب ما عندك ملابس؟ لا والله عندي بس 3 غرف ملابس مليانة وما يمديني حتى أدخل، بس إنه أحس إنه دايماً أقدر أني أنا ألبس زيادة، أقدر أني أنا أشتري زيادة. هذه مشكلة السيدات. صح. إنه إحنا عندنا تلقين آخر شيء تكتشفين عندك نفس القطعة بس لونين مختلفة. أو فأنا أعتقد من وجهة نظر المتواضعة إنه السيدات ما عندهم هذا الحس، فالرجال في المقابل عندهم حكمة أكثر في الإدارة المالية. والله أنا يبدو لي أنا محسوبة على السيدات، لأنه أنا هرموناتي هرمونات الرجال في طريقة الشراء وغيرها. لكن عموما يعني لما نبغى نتكلم عنها وفق مثلا مواقف حقيقية أو نتكلم عن الدراسات وغيرها، مهم جدا أنه إحنا نستضيف معنا في البرنامج المختصين. إذا خليني أرحب بضيفي في الاستديو، الدكتور شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي أسري. أهلا وسهلا بك دكتور شجاع، حياك الله نورتنا. أهلا حياك الله، تفضل نورتنا. أحسن حالكم الله. كيف حالك؟ يا مرحبا، الحمد لله طيبين. معايير جودة الشراء ما بين المرأة والرجل، كلمني عنها بصراحة. أنا كنت مستمع لحديثكم أول، ما شاء الله. أيوه. هو طبعا التسوق عند المرأة بطيء بطيء، ياخذ وقت يعني، وفيه متعة بالنسبة لها، وكانها رحلة يعني فيها استمتاع. طبعا. وغالبا المرأة تذهب للسوق وما في بالها شيء، إذا لقيت شيء حلو بشتري، وتلاقي شيء كثير حلو. إذا لقيت شيء عجبني يناسب الموضة هشتري. عكس الرجل، رجل يعني يروح كأنه في مهمة حرب أو مهمة عسكرية، يروح بسرعة عنده هدف معين، أدخل المحل الفلاني أشتري الشغلة الفلانية وأطلع. صح. ويكون سعيد إذا أنجز المهمة بسرعة. المرأة يمكن تحب تأخذ صديقاتها، تأخذ خواتها معها. صح. الرجل ما يحب يروح مع أحد، دائما يحب يروح بالحالة. فغالبا أكيد في اختلافات كبيرة بينهم. صحيح الشراء في جانب منطقي وجانب عاطفي، لكن يظل سبحان الله سيكولوجية الرجل والمرأة مختلفة. واضح. طبعا في دراسات تقول لك مثلا انه 30% من الشراء تأتي بطريقة متأنية. يعني انت 30% انت عارف وش تبي وش تحتاج، 70% تجي بطريقة تلقائية يعني غير مخطط لها. تخيل نسبة كبيرة، 70%، يعني انت تروح للسوق والله بطريقة غير مخطط لها، وتشتري لك لبس معين أو شغلة معينة، ساعة، عطر، وأنت أصلاً ما كنت مخطط، ما كنت محتاجها أصلاً، ما كنت محتاجها، ما كنت محتاجها. إحنا يعني صار عندنا لبس، يمكن دكتور ما أدري إذا تتفق أو لا، ما بين الاحتياج وإنه أنا أبي هذا الشيء. أنا أحتاج هذا الشيء ولا أنا أبي هذا الشيء؟ يعني
فهذه خلينا نقول المشكله عندي يمكن اكثر السيدات. لكن لو بنتكلم مثل ما تفضلت قبل شوي قلت 70% من خلينا نقول سلوك الشراء تلقائي. غير مخطط له. نعم. ليش برايك يعني ايش هي الاسباب؟ لو قلت لك عدد لي الاسباب اللي خلتنا واحنا جالسين نشتري واحنا طالعين نشتري او بشتري اشياء احتاجها اشياء ما احتاجها اشياء بستخدمها اشياء حتى ما استخدمها. اولا العروض والخصومات لها دور. نعم. الإنسان ما يقاوم العروض والخصومات لذلك يشتري شيء محتاجه. هذه النقطة. النقطة الثانية طريقة العرض، الموسيقى الهادية، الأنوار، وضعها بطريقة معينة، العاملين في المحل ابتساماتهم طريقتهم، تعال جرب تعال شوف تعال أعطي نظرة، فهمت؟ فأحيانا هذه زي اللي مثلا اللي يعطونك عينات العطر. عينات العطر اي صحيح. فأنت تشم أحيانا خليني اروح او اقول بس جرب بس ادخل المحل بس لا تشتري عادي بس هذه تراها يعني كمين صحيح كمين صحيح ادخل المحل بس ايه هذه ممكن تكون لها دور. ايضا في دراسه اشارت الى ان العقل البشري يتالم حينما يدفع المال كاش اكثر مما هو بالبطاقات الائتمانيه. اذكياء الحين خلوها كذا ترن انت دافعه مبلغ وقدره. يقول لك انت تشعر بالم، الم الدفع والم انك انت دفعت شيء من لما يكون كاش محسوس محسوس ايه؟ اما بالبطاقه او حتى بالجوال يعطيني اياها فكه ضاعت بركه ال 500 ايوه تحسين انه واحيانا بعض المحلات تعطيك مثلا السعر 299 هي 300 فأنت يجي في بالك الميتين إنها 200 فهذه من الأشياء اللي ممكن لها دور في عملية يعني قصدك يستخدمون السيكولوجي أو نعم. علم النفس في نعم. الماركتينج والتسويق دكتور أكيد أكيد. وأيضا في دراسات أشارت أن المرأة أكثر عميل ينجح المنتجات أو يفشل. إحنا اللي نحرك اقتصاد البلد. نعم. نعم. إحنا اللي صحيح. عندنا القوة الشرائية يعني المرأة ممكن تمدح منتج عند صديقاتها عند زميلاتها فيشترون نتأثر. وممكن تقول لا هذا المنتج ما يصلح وفي عيوب وما يشترون أيه. فهي مسوق ترى بطريقة غير صح. مباشرة 100% إيه. صحيح. إيه. صحيح. والآن في الوقت الحالي يعني التعليقات اللي تجي في جوجل الخاصة بالمحل أيضا لها دور كبير. أغلبهم بنات ترى إيه. أغلبهم اللي عرقون ترى بنات إيه. فلذلك ممكن تكون لها أيضا لها دور. نعم. طيب دكتور شجاع خلينا كده نسوي اختبار بسيط نعرف من خلاله مين الأفضل في التعاملات المالية. يعني لما نجي نبغى نفكر في موضوع التسوق مين بيوفر أكثر في موضوع التسوق؟ هو الاختلاف بينهم كبير. يعني مثلا لما الزوجين الرجل والمرأة يروحوا مثلا سوبر ماركت عشان يشتروا أغراض البيت حقت الشهر هذا. طيب المرأة تقول نشتري بالجملة يعني نشتري كيس رز كبير نشتري مسحوق غسيل كبير عشان يكفينا شهر. الرجل يشوف هذا تبذير حلو. ليش تشترين كيس كبير 300 لا اشتري صغير ب 50 على قد احتياجنا. ايوه فهو الرجل يقول لا ليش دائما تصير عندهم مشاكل في هالنقطه هذه. هي المرأة تؤمن بالاستثمار بعدين المرأة تقارن بين المنتجات وتقارن بين الاسعار هذا ما يحدث عند الرجل. هذا عندنا صبر لان الرجال ما عندهم صبر الله يصلحهم. أي. أي. الرجل ما يقارن ولا يشوف الجودة. الرجال على ما تربوا عليه اللي استخدمته الأم في بيتها هو يعتمد على نفس المنتج غالبا يحب أشياء ودائما يومي بموضوع الأسبوع ما يحتاج أشتري حق شهر كامل صحيح. لذلك تصير أحيانا الاختلافات. طيب ومين يهتم بالجودة؟ المرأة أكيد. أوكي. المرأة تهتم بالجودة بالمقارنة بين الأسعار مواكبة الموضة تسأل صاحباتها تسأل صديقاتها عكس الرجل يمكن ما يسأل. إيه. فللأمانة المرأة أفضل في التسوق من الرجل. للأمانة. لكن استهلاكيا أكثر. استهلاكية أكثر. أكثر وممكن تشتري أشياء ما تحتاجها مثل ما قالت الأخت. صح. وممكن تشتري أشياء كمالية يعني تشتري مثلا عطور أكثر من احتياجها. بس عادي تجيب لنا السعادة في النهاية دكتور. أنا سعادتي يلزم ما علي ولا أوكي بس أحيانا لها ضريبة. دكتور كلمنا عن هذه النقطة صحيح هذه النقطة مهمة. ليش دائما سعادة المرأة مربوطة في الشوبينج أو في التسوق بشكل عام؟ يعني حتى دائما في دراسات يعني كانت تمر علينا من فترة لفترة يقول لك يعني المرأة المكتئبة لو راحت غيرت لون المناكير تختلف نفسيتها لهالدرجة. فهمنا ليش هذه التركيبة موجودة في المرأة؟ أي سبحان الله يعني هذه للمرأة عاطفية ولذلك حتى في موضوع التسوق يعني يقولك
افضل شيء انك ترضي زوجتك الزعلانه تديها المول طبعا وتتمشى انت وياها إيه. ولا تجيب لها سواره ولا تجيب لها ساعه ولا تجيب لها قطعه الماس شيء هذه يعني. من الاشياء اللي ممكن ترضي المراه فالمراه يعني تعتبر هذا شيء دليل على المحبه او على الذوق بس في نقطه مهمه دائما تجدين الزوجين يدخلون السوق مبسوطين ماسكين يدين بعض وكناري وما في حلا منهم ويطلعون دائما متهاوشين جد والله هو قدامها سايل هذا راح معها يا دكتور لا جد والله ليش هذا راح اصلا لان الرجل ما عنده صبر ما عنده صبر يلف محلات ما عنده صبر انها تروح تاخذ قياس اكثر من مره وترجع ولذلك الرجل يصاب بالصدمه والذهول اذا المراه طلعت من السوق ما شرت شيء ايه ينجن يعني معقوله السوق كله ما في شيء عجبك بس دكتور الرجل الذكي هو اللي يعطي حرمته الكريدت كارد ولا يحول لها مبلغ يقول لها روحي عيشي حياتك انا مو يعني مو بستايلي السوق هذا الرجل الذكي كذا انت تشتري راحه بالك او مثلا في فكره مثلا انك تجعل زوجتك احيانا تروح مع اختها او صديقتها نعم او وانت داخل معها السوق تقول لها بجلس في كافي انا بجلس بكافي نشوفها كثير اي وانت خذي راحتك الله اعطاك ساعه الله اعطاك ساعه ونص وارجعي لي ترى هذا تعطي المراه حريه في التسوق وفي نفس الوقت انت كرجل ما تحس بالتوتر والقلق وانك انت تعبت وانك لفيت ترى هذه من الاشياء اللي ممكن يعني لو سواها بعض الرجال ممكن يطلعوا من السوق متصافين صحيح بدون بس لما ارجع البيت وانتبه للمسجات تم الخصم هنا يزعل عليها اسبوع او نقول يعني فداها عموما يعني مع هذه كل الاختلافات اللي ذكرتها دكتور شجاع خلينا نتكلم عنها هل تعتبر اشياء ايجابيه او سلبيه شوف الاختلاف طبيعي بين الرجل والمرأة في كل شيء في التسوق حتى في قيادة السيارة حتى في طريقة الكلام يعني الاختلافات هذا موجودة في كل جوانب الحياة تمام ولكن المهم ليس الاختلاف المهم هو التفاهم أن يكون هناك تفاهم بين الرجل والمرأة في موضوع التسوق موضوع شراء الحاجات فهم مشاعر الشريك الآخر أنا أعتقد أن التفاهم والحوار هو الأهم فهمت علي؟ ولذلك يعني حلو ان الانسان يكون فاهم انه المراه مثلا تجد بالتسوق متعه وتجد بالتسوق مشاعر حلوه فهمت علي؟ فبالتالي ما يحرمها منها. وايضا حلو ان المراه تعرف ان الرجل سريع تذمر وسريع الملل من السوق فممكن انا اخذ زوجي مره في الشهر وبقيه المرات اذا انا احس اني محتاج اخذ اختي اخذ صديقتي فبالتالي ما اجعل السوق دائما سبب من اسباب توتر العلاقه بين الزوجين. في مقوله تقول هي مقوله هم يقولونها يقول لك الرجل عيبه او الرجال عيبه في جيبه يعني الرجال اللي ما عنده دراهم اللي ما يصرف او حتى لو عنده ما يصرف او ما يحب انه يصرف او في صفه البخل هذا الرجال يعني اهرب منه. وش رايك في هذه المقوله؟ خصوصا من السيدات يعني السيدات دائما يتداولون هالمقوله طبعا المراه لا يعني اكثر شيء تكره في الرجل البخل هذا اكيد وبقول لك شغله تراها في دراسات اشارت الى ان الرجل البخيل في ماله بخيل في مشاعره نعم لانه هو اصلا يعني لانه بخيل في ماله فاكيد حيكون بخيل في مشاعره فبالتالي دائما الانسان الكريم بماله ترى كريم بمشاعره فهذه تراها يعني صحيحه إيه لكن احيانا ممكن بعض الرجال يكون عنده الحرص على المال او الخوف من انه يكون عنده ظروف او شيء فيكون عنده الصرف المقنن او بطريقه معينه بسبب يعني احترازات عنده او احتياطات عنده وليست بخل في فرق بين البخيل وبين الشخص اللي حريص انه ما يشتري اشياء غير مهمه او اشياء استهلاكيه لكن في موضوع الشراء في نقطه مهمه يقول لك اذا انت رحت للمول وعجبك شيء لا تشتري على طول يعني مثلا عجبتك ساعه عجبك عطر اي شيء عجبك لا تشتري في نفس اللحظه انتظر يومين ثلاثه صحيح اذا بعد يومين ثلاثه حسيت نفسك نفس الشعور هذا موجود ونفس الرغبه موجوده روح اشتر صحيح اذا هذه الرغبه كانت رغبه بسبب اضاءه المكان النفسيه في ذاك الوقت لان احيانا النفسيه لها دور فإذا وجدت نفسك بعد يومين ثلاثة ما عندك رغبة في شراء هذا الشيء فتأكد أنك ما تحتاجه فهذه من الأشياء اللي ترى ممكن تكون تكتيكات تساعد على أن الإنسان ما يكون يعني مستهلك أشياء غير ما يحتاجها يعني دكتور احنا في زمن الحين في كثير من السيدات متزوجات وموظفات يعني صحيح. اللي صاروا قليل جدا اللي هم يكونوا ربات بيوت
احيانا بتصير خلافات ما بين الرجل والمراه، انه المراه تصرف راتبها والزوج يشوفها بتصرف راتبها على اشياء فاضيه، احتياجها شنطه او اي شيء مثلا يكون غالي، فهي بتقول انا مو قاعده لا اطلب منه هو يصرف علي مثلا يجيب لي هذا الشيء اللي هو يشوفه تافه، وبالنسبه لها انه بيغطي شعور، يعني بيعطيها شعور اكثر من رائع. هذه الخلافات يعني لو نبغى نفسرها اكثر، هل يحق للرجل انه يقول لزوجته لا تصرف الفلوس رغم انه هي مو قاعده تقرب من محفظته او لا؟ لا، شوف، هي في النهاية حق للمرأة العاملة، هذا حقها، لكن احنا دائما نقول ان الحياة الزوجية مشاركة. أكيد. تمام. وذلك احنا دائما نقول للمرأة او للزوجة، المال اللي انت تستفيدين منه في حياتك مع زوجك ترى ما في مشكلة. يعني مثلا حبيتي انك تستعينين بمثلا ربة عاملة مثلا منزلية، وقال لك مثلا انا ما اقدر، وانت دفعتي مثلا راتبها، ترى انت مستفيده من العامله المنزليه، فهمتي علي؟ حبيتي مثلا تسافري مع زوجك وحبيتي تساعدينه في بعض امور السفر وانت مسافره معه اصلا، فانت مستفيده، المشاركه حلوه. اي هذه ترى ما يضر، لكن الاشياء اللي انت ما لك علاقه فيها، يعني مثلا يجي يقول لك انا بشتري سياره جديده اعطيني فلوس، السياره لك انت مش لي انا، فهمت؟ هذا موضوع مختلف. او مثلا هم بيزعلون عليك الشباب، لا، الحق حق، الحق حق. يعني مثلا والله اخوي مديون ابيك تعطيني فلوس اعطي اخوي، اوكي انا زوجتك بس ما لي علاقه باخوك، فهمت علي؟ هذه اشياء تعتمد على المراه، بس احيانا تجي من طيب خاطر، عادي تجي احيانا تقول انا زوجتك، انا معك، انا مع عيالك، يعني عادي من طيب خاطر ما فيها مشكله. بس مثل ما قالت اخت، ليس الرجل، ليست المراه ملزمه، ليست ملزمه بانها تدفع، فهمت علي؟ لكن الرجل اكيد ملزم بالنفقه، بكل ما يحتاجه البيت وللمرأة، لأن هذه القوامة، قوامة الرجل أنه ينفق على البيت وعلى الأشياء الأساسية 100%. نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن، أنا دائما أحب أعطي أمثلة، أحب أعطي سيناريوهات ممكن يستفيدون منها المشاهدين اليوم، اللي هو على سبيل المثال أحد الطرفين عشان ما نحدد، هو سواء الزوج أو الزوجة من المسرفين، يعني أوفر، يعني الفلوس ما تجلس في يدهم، ولا يعني على أشياء تافهة. كيف الطرف الآخر ممكن أنه يفتح معاه الموضوع بحيث أنه ما يكون في تجريح، ما يكون في سيطرة، ما يكون في تحكم، بس أنه بطريقة نصح، أنه يعني يا فلان أو يا فلانة أنت أو أنت بتضيع فلوسك في أشياء ما لها داعي؟ صحيح. شوف، لو تجينا عند الدراسات الاجتماعية، أكثر المشاكل الزوجية هي بسبب الأمور المالية، المالية أكثر المشاكل. نعم. دائما، وأكثر الخلافات بسبب الأمور المالية. لذلك طبعا الناس يختلفون، في ناس عندهم قدره على انه يعني يوفر واستهلاكه طبيعي، وفي انسان مبذر مسرف سواء كان رجل او امراه. الافضل انهم يجلسون مع بعض ويشوفون مستوى الدخل عندهم، ويعرفون ويفرقون بين الاشياء الاحتياجات الاساسيه وبين الكماليات. اي، فبالتالي انا اروح للاحتياجات الاساسيه، كم نحتاج مثلا مصروف بيت، مثلا فواتير، مدارس الأولاد، الأشياء اللي يحتاجها البيت. إذا في باقي فائض وزائد هذا أوكي، لكن دائما ركز على موضوع الأساسيات والاحتياجات، إن هي التي يجب أن تلبى. أما أنه آخر الشهر يقول أنا ما عندي شيء وبروح أتسلف، يعني هذه صراحة يعني صعبة. ومثل ما تفضل دكتور شجاع، في النهاية هي مسؤولية الرجل أنه هو يوفر لعائلته، أنه هو يأمن حياتهم والأساسيات في البداية والنهاية. دكتور شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي أسري، احنا نشكر لك تواجدك اليوم ونشكر لك قبولك هذه الدعوة. شكرا جزيلا. شكرا لك مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نشوفكم بكرة وبعده وبعده وبعده. يا مان الله.